أسعد الله أوقاتكم طلابي الرائعين. سنتعلم اليوم عن كتابة بطاقة تهنئة لشخص معين، حيث أنها تعبير موجز يتضمن عبارات لإيصال المعنى المراد بطريقة مختصرة، وتشمل مناسبات النجاح والشفاء من مرض أو قدوم مولود وغيرها. لدينا البطاقة التالية: ولدي الحبيب رام، بلغني خبر نجاحك وتفوقك، فغمرتني السعادة، أنتظر قدومك بفارغ الصبر لنحتفل معا بهذا النجاح المشرف، والدك فارس. لنلاحظ عناصر هذه البطاقة سويا: مناسبة التهنئة نجاح رامي، صاحب المناسبة رامي الابن، أرسل البطاقة إنه والد رامي. ولا ننسى طلابي الرائعين تضمين مشاعرنا وتمنياتنا في البطاقة. شكرا لكم ولاستماعكم.